الموضوع التاني اللي عايز اتكلم فيه مع حضراتكم هو موضوع برضو لطيف الحقيقة. هتقول لي لطيف يعني ايه؟ هقول لك لطيف لانه في شخص طلع بيعمل مقارنة ما بين اعلام النادي الاهلي واعلام اخر، وقال ان الاعلام الاخر ده اقوى. والحقيقة انا حابب اعلق على هذا الموضوع، ولازم تركزوا معايا على الكلام اللي انا هقوله، والناس اللي بتحب تاخد نص الكلام اللي انا بقوله تبعد شوية، لان فعلا انا متفق معاك، لانه اعلام الاهلي هو الاكثر احترافية ولديه شفافية في تناول المواضيع واعلام محترم. اما على الجانب الاخر فالاعلام الاخر في حتة تانية خالص. مستحيل مستحيل اقارنه باعلام الاهلي المحترم المهذب. اعلام النادي الاهلي هو لائق لكل شخص في الاسرة المصرية، لانه اعلام بعيدا عن التجاوزات او الخروج عن النص. احنا في اعلام الاهلي عمرنا ما بنقارن نفسنا بازمة دواجن، ولا يعني ولا بنحب نتكلم على رجال الدواجن، لان وجودهم في الاعلام هو امر كارثي الحقيقة، يعني لانهم بيتكلموا عن النادي الاهلي وعن رئيسه. انا العيان لا اعلم كيف يسكت المجلس الاعلى للاعلام على هذه الامور. هل من حق اي حد ان هو يطلع يتكلم بهذه الطريقة الغير مؤدبة على اسطورة من اساطير مصر، او على اشخاص، بلاش اسطوره عشان ما حدش يقول لك كذا، على اشخاص بهذا الشكل وبهذا المستوى وهذا الاداء؟ للاسف الشديد عندنا امور غريبه جدا بتحصل، واحنا للاسف لما بنيجي بنرد باخلاقنا وبطباعنا وباسلوبنا، ما بنردش باسلوب حد تاني. طبعا اللي عايز يقعد يتفرج على قناة الأهلي عمره ما هيسمع شتيمة، ولا هيسمع كذا، ولا هيسمع كذا، ولا هيسمع كذا، ولا دواجن، ولا مشكلة مش عارف إيه، ولا مشكلة فراخ، ولا مشكلة الكلام اللي حضراتكم بتسمعوه ده طبعا يعني. لكن الناس بتقعد وبتضحك، الناس بتحب اللي يسليها. عموما خلينا احنا مركزين في الإنجازات والأرقام القياسية اللي بتتحقق، وخليكم حضراتكم في الفراخ وفي الأمور اللي حضراتكم بتعملوها.